نتابع مشاهدينا هذه الحلقة الخاصة مع الفنان والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني. أهلا وسهلا فيك سيد أسامة. أهلا فيك حبيبي. صار لك فترة غايب عن الشاشة. يعني تقريبا حسب لا امبارح طلعت لما نتائج الثورة رجعتك على الشاشة. لا خليني أقول أكثر إنه على طول نحن موجودين مع الناس ومع مشاكلهم ومع لبل نحن بنسبق شوي العالم، العالم مرات بيقولوا ليش بأيام السلم بتحكوا عن مشاكل كثيرة إلها علاقة. سبقتوا العالم كثير بلازم غير النظام، هلا عم بقول الشعب يريد اسقاط النظام. ايه بس المشكله عندي انا مع الشعب انه انا عم بقول النظام الاشمل يعني السيستم، لانه الفاسد هو من ضمن السيستم اللبناني مش من ضمن الرجيم. الرجيم بتحدده بقعه جغرافيه معينه، يعني لبنان بلد جمهوري او ملكيه مطرح ثاني او ديمقراطيه مطرح ثالث او البرلمان بيحكوا مطرح، كل مطرح بالعالم عنده نظامه. انا عم بحكي السيستم اللي هو اجمل والاشمل، لانه خليني اوضح اكثر انه الناس وهالتوارد لكل شيء صار بحياتنا من احتلالات ومن ذل ومن اذا بدك احتيال على القوانين، وهذا كله مترسخ عنا بالفساد. هذا بدك تشيله من ضمن السيستم. هذا بينشال بصراحة؟ لا ما بينشال. لا لا، كل لبناني في فاسد، ما نكذب على بعضنا، مني وجر بعطيك مثل، تقطع عن الإشارة انت فاسد، بتكب ورقة من الشباك، بتكب ورقة انت فاسد بطريقتك وطبيعتك، بتحكي الدركة تيزبط لك الشباك، بتطلع من الكو. اعطيك مثل صغير، بالاوتيل بلبنان مثلا ريسبشنست او خليني اقول اكثر الكونسيرج بيبقى واقف قدامك، تيجي مسوي حدد اعلى فيك شو بتحب، بتقول له بدي اكل مطعم تلياني، بيفتح بياخذ 40 دقيقة مسوي حدد لينقي مطعمه اللي وراه، ما بيفتح تمه ببريطانيا او بفرنسا. بلبنان بيصير بده ينط ويحكي معك ويقوضك، وتكون انت بدك شمسيه، يعني اللبناني حربه بيجي بيقول لك مثلا عم بيحكي معك ايه مسيو رحباني شمسيه بعطيك اياها، بيكفي معك بلندن ما بيعطيك اياها. هيدا اسمه نوع من كمان الفساد. بدك تقول لي انه الدوله كلها اللي معشعش فيها الحياه كلها لانه كمان راتبهم الشهري او كل التعويضات اللي بتقدمها او الفاسيلتيز او التسهيلات اللي بتنعطى لهم مش عم بتكون على المستوى المطلوب، بدك تقنعني انه اذا شلت وزير او حكومه رح يتغير الفساد او المدير العام؟ شو مصدر هذا الفساد؟ يعني ليه مرسخ؟ حبيبي انت مرسخ بتاريخنا وبحياتنا وبعلاقتنا بكلنا. اذا بدي بلش لك من لبنان القديم لحد هلا، اسكندر اجى يحتل سور، مين اتحد معه لتسقط سور؟ صيدا وبيبلوس وبيروت وكلهم، لما ارتحشاش حرق صيدا اتحدوا معه سور وكلهم، ضلت لتاريخنا الحديث، ضلت لتاريخنا الحديث. ما عندنا هالمشكله نحن كل حياتنا هيك، هي مشكلته للبنان. هل خليني اقول هالكره الارضيه اللي عم تبرم واذا بتوقف بتوقع. هالتواتر اللي فيه وهالتوتر وهالكل انسان بيشد لمصلحته، ما فينا انا انكر مش بليلي ولا لاجيال. عم تحكي بواقعيه اكيد، بس انتو عائله حرضت الناس صح. واليوم عم نشوف بالساحات في اغانيكم طبعا اللي حردت الناس، وبيزعلوا منا الناس انه بايام السلم بنحكي عن اشياء نحن شايفينها. طبعا نحن عم نحكي عن اشياء، لانه انا مش ناطر هلا تعمل غنيه، انا عملت الاغاني من قبل وعملت من زمان، لانه هذا وجع، هذا نوع من اذا بدك انعكاس لمجتمع معين نحن بنشوفه او اهلنا علمونا نشوفه او هن شافوه كمان، وهن مش شافوه، هن رسموا الوطن اللي هن معهم حق فيه واللي سقط كل الوطن اللي عم يحكوا عنه الناس، هلا ركضوا عندهم، صاروا كل مره بيتمثلوا بكل اللي له. اكيد انا ماني ابدا شايف انه كيف ممكن تزبط القصه اساسا. اذا بدي بلش من البدايه، انا عندي قراءه خاصه مختلفه تماما عن كل الناس اللي بتشوفها. انا من اول نهار صار شيء دغري انا بقرا برا، ما بقرا بس جوا. اجت تماما بعد خليني اقول البوكس اللي اكلته امريكا بسوريا دغري. يعني انت عم بتشيل عنا قصة العفوية. في عفوية وانا مع الحراك الشعبي للاخر ومع هالثورة نوعا ما، بس كمان بدي اوضح للناس في مقولة فظيعة لرفيق خوري الصحفي الكبير، بيقول اللبناني يذهب للحرب الأهلية ولا يسور. هالشباب اللي عم يحلموا منهم كلنا عم نحلم، بشو بدنا نحلم؟ بلحظة بفرطونا بلحظة على الطائفية؟ أنت شفت الشارع من يومين شو صار؟ لأنه أول شغلة بكل بلدان العالم بالأنظمة كلها، أول شيء ممكن يستقيل هو أي شو؟ الحكومة. ليه؟ لأنه هي إذا بدك تتعين دغري بتتعدل، ما بدها آلية مفروض كتير كبيرة للتعيينات وللاستشارات، بينما إنك تركب قانون للبرلمان جديد وترجع تنتخب الناس من كل عقلك، هو الناس الموجودين على الأرض رح يرجعوا يجيبوا قسم مغير كتير عن الموجود؟ لا، لأنه نحن ما انتهينا من الطائفية. اللبناني ما تخلى عنه. بتقول للناس
اللي بالشارع طلعوا قعدوا ببيوتكم ورجعوا كملوا حياتكم. بالعكس لازم يضلوا بالشارع بس كمان بطرق نوعا ما حضاريه. ما في شكل لبناني ترندي غريب، ما شفت انا ثوره هلا فيها دي جيز، فيها رقص وبسط عن جد لذيذين بتنبسط فيها، بس شغله حلوه بس يعني. كمان فيها ذكاء، ما في ثوره فيها هالقد نكت وكمان مزبوط وكمان كل شيء اللبناني بلبنه حتى ثوره بيعملها مثل ما بده، لكن للاسف السيستم بيرجع بيردها بلحظه على الشارع. يعني انا بدي اعطي مثل صغير، استقال رئيس الحكومه وهذا اللي انا كان بشوفه يمكن من اول نهار لازم يصير، مش لازم كنا ننطر هالقد. استقال رئيس الحكومه، بعد ما استقال رئيس الحكومه فجاه برم الشارع انه صار هو المفروض انه البطل وكذا، وانه انا مش ما عم ما عم ما عم قيم هون، عم بتوصف، ما عم بوصف شو الوضع. صفى الشارع انه لا نحن مش اهل، مش نحن مش كسر عظم، نحن والاهل السنه، كل واحد بياخذها شخصيه. هي مشكله بلبنان ما رح نطلع منها. بس في شغل يعني انتوا عائله فيها اكثر من مبدع واكثر من ساخر بالكلمه وباللحن. اليوم بهيدي الثوره شفنا في ابداعات بالنكت، بتركيب الاغاني، بترديد الشعارات. في ما في شك انه يعني الشعب اللبناني شعب مهضوم ولذيذ يعني وفرح كثير، بس كمان بدها جديه اكثر. الثوره بدها توصل لمطرح. لما لينين قرر يعمل ثوره كان في وراه مفكرين كثير وكان عارف شو بده، بشيل هالنظام وانا بيجي محله. بغض النظر نجح النظام الشيوعي ولا ما نجح، انا هذا حديث طويل كثير نجح. اما نفس الشيء عند كاسترو لما هو جيفارا عملوا الثوره بكوبا، نفذوا الشيوعيه مثل ما هن شوفوها اشد من شيوعيه الاتحاد السوفيتي. لننتبه اذا كل واحد تختلف طريقه تفكيره، انما نحن عندنا ثوره ما لها راس ما لها ذنب ما لها منيح جيد هالشيء، ما فيك تحكمها، ما فيك تعرف مين بدك تحكي، تشبه شوي جيلي جون، ومعروف على اللبناني بيتاثر كثير بالاشياء، بس كمان دخل لها اشياء ما فيها تركب الموجه، ما فيها الميليشيات او الاحزاب ترجع تفوت عليها وتديرها وتاخذها لمطرح ثاني ابدا. كان في ثوره من دون اعلام ومن دون نقل مباشر؟ انا بدي اتمنى على الكل، انا الام تي في عزيزي علي. نعم جدا، بس انا بدي اتمنى صح كل محطه فيها بحياتها بكون عندها مسيس، فيها تكون جمهوريه او ديمقراطيه، فيها تكون محافظه او عمال، صحيح. لكن في طريقه معينه لبنان وضعه خاص، لبنان وضعه حرب الاهليه بتولع بلحظه بس تذكر الناس بلحظه. التجيش اللي عم بيصير على نحن بلد افتراضي، انت بتعرف قديش على الواتساب بيوصل لك كل يوم اخبار انه حزب هيدا نزل هون، ميليشيات القوات عم تعمل هيك، امل عملت هيك، العونية عملوا هيك، يعني ما معقول. فجاه اخبار عن رئيس الجمهوريه وينه، عن رئيس الوزراء وين صار، عن اخي ما بيصير هيك. بلد مبني على اشاعات بلحظه بينهز. هددتكم الاشاعات فاجأتنا يا غربي. كل الحكي الناس بدها تكون عندها قوه من الداخل تعرف تتحصن، ما فيها نضلنا متكلين على الكذب وعلى اخبار ناس كيف ما كان. بده يكون عندهم تحرك اساسي وبدهم، ما فينا نحن الميليشيات تركب على هالموجه. صحيح عندهم مطالب وصحيح الحق الديمقراطي لكل انسان، انما لمن بدنا نفوت بهالحراك، لمن اعلنوا شعار كلهم يعني كلهم، يعني ما في استثني حدا ولا ممكن. لا امر الحرب، والاسخف من هيك انه امر الحرب قتلوا بعضهم، قعدوا على الطاوله وهن عم يحكموك هلا وبيتقاسموا الجاتو بغض النظر مين بيصير برا ومين بيصير جوا. نعم. هي مثل شغله بتبرم. يا اخي نحن محلنا نتعلم، يعني مشكلتنا بحياتنا كلنا انه نحن ما بنتعلم من تاريخنا كل اللي مرقنا فيه. طيب رح نسمع راي رئيس تحرير اخبار الام تي في استاذ وليد عبود. مساء الخير استاذ وليد. مساء النور ويعطيكم العافيه. عم تسمع اكيد أسامة. نعم عم تسمع كلام استاذ اسامه بمطرح ما عم يتهم الاعلام بالتحريض ويمكن اخذ البلد الى حرب اهليه، بتوافق على هالكلام؟ يعني خليني اقول انه المتهم الكبير بهالانتفاضه يلي حصلت كان الاعلام للاسف. نعم. يعني بلشنا باتهام لبعض وسائل الاعلام بانه متلقي اموال. نعم. اوقات من سفارات معينه، اوقات من دول معينه، اوقات من اطراف معينه. نعم. ثم بمرحله ثانيه من مراحل هذه الانتفاضه وصلت انه لا بالعكس، انه صار في نوع من انواع التعتيم الاعلامي، اتهام لنا بنوع من انواع التعتيم قبضته من جهه ثانيه على الانتفاضه. من هيك اللي بدي اقوله انه من المتهمين الاساسيين كان بهذه الانتفاضه هو الاعلام، علما
انه حقيقة يمكن عيش 3-4 احداث صوت كبيرة بالتلفزيون. نعم. يعني بدءا من انتفاضة الاستقلال بال2005، بعدين حرب تموز بال2006، بعدين قضية النسيات. نعم. بال2013-2014 وصولا الى اليوم. بقدر أكد حقيقة وإزهم أنه ولا مرة كان الإعلام عم يلعب الدور المؤثر والأساسي مثل ما لعبوا بهذا الانتفاضة الشعبية اللي كان هدفها القضاء على الفساد والفاسدين. نعم. هلأ ما بعرف أنه البعض بيقولوا أنه وصلت الأمور إلى حد معين، حد إثارة ربما أو ضرب أنواع نوع من أنواع الوحدة الوطنية. أنا بقول لا، ضل الإعلام إلى حد كبير، على الأقل الإعلام التقليدي، خليني أقول يعني التلفزيون والإذاعات والجرائد، ظلت ملتزمة الحد المطلوب من المناقبية ومن الأخلاق الإعلامية. إنما للأسف مثل ما كان ذكر كمان أستاذ أسامة، إنه اليوم صار عندنا إعلام آخر، وهذا الإعلام لا يمكن إنك تضبطه ما دام انه بعد لحل ما عنده التشريعات والقوانين يلي بترعاه، وبالتالي بتمنع من انه يتحول الى نوع من اداه من ادوات الاستثمار بالطائفيه. نعم. والاستثمار استاذ وليد، اليوم عم بحكي عن الام تي في تحديدا، واكيد يمكن بينطبع على غير التلفزيونات، تراجعت التغطيه باليومين الماضيين، شو السبب؟ تلقيتوا تهديد؟ تلقيتوا ضغوطات؟ شو السبب؟ هي الحقيقة ما تراجعت التغطية إلا مع تراجع الحراك، يعني وخليني هون يعني ما عم بكشف لك سر، وإنما نعم. بدي أقول إنه بارح كان في نوع من تواصل بيني وبين رئيس مجلس الإدارة أستاذ ميشيل بوس ومدير الأخبار أستاذ غياث ياسبك، كنا نعم. عم نبحث إنه عن اليوم تحديدا يوم الثلاثاء إنه شو بدنا نعمل، لأنه ما كانت واضحة الأمور مبارح بالليل. نعم. اتخذ القرار إنه إذا ما في شيء استثنائي اليوم إنه بيكون البرمجة عادية، ووعينا من عبكرة حقيقة إنه وعينا على أساس إنه البرمجة عادية، وإذ نفاجأ لأنه كان عنا مراسلين إنه موزعين على السوق وعلى جل الديب، حيث حصلت إنه عملية إخلاء المتظاهرين عن الاغتصاب، وإذ إنه منشوف هذه المشاهد، وبالتالي انطلاقا من هذا الأمر اتخذ القرار هيك عفويا انه لا، ما دام بعده هذا الحراك مستمر، ما دام في هذه الامور اللي عم تحصل بالشارع، اذا نحن لازم نبقى اليوم، والغينا البرمجه العاديه وتابعنا لحد الساعه 6 مع هذه البرمجه. نعم. الاستثنائيه اللي وكبنا فيها الاحداث التي حصلت اليوم. اذا يعني بالايام اللي جايه حجم الحراك هو يحدد حجم التغطيه. طبيعي. طب انت بتعرف. نعم. استاذ زين، يعني بالنتيجه انت تنقل الحدث. نعم. نحن أكيد عم ننقل الحدث، عم نواكب هذا الحدث. طبعا كان عنا أنه عنا دائما برامج وعنا دائما تقارير عن الفساد يلي بيطال الجمهورية، وإنما نحن فيما يتعلق بهذا الحراك نحن ننقل الحدث، وبالتالي عندما يكون الحدث يفرض نفسه أكيد نحن منكون. نعم استاذ وليد، بتشكرك وتشكر من خلالك كل قسم الاخبار يلي بذل جهد كبير بهالايام الماضيه، وايضا كمان اسمح لي اتشكر الموقع الالكتروني كمان يلي بذل جهد كبير مع قسم الاخبار. شكرا لك يعني استاذ وليد. انا هون اكيد ما نحن بتصور كنا اكيد يعني جسم واحد، كنا غرفه عمليات وحده. نعم. يعني وطبعا بدنا نشكر جميعا. سؤال اخير، سؤال اخير، امتين بدك تحلق دقنك؟ هلا المشاهدين ما عم بيشوفوك بس ربيت دقنك من بدايه الثوره لهلا. بدي وانت كمان كنت مربيها. نعم. حلقتها اليوم انا لانك طلعت على الهواء. نعم. انا وقت بدي اطلع على الهواء بالليل كمان رح احلق. يلا نعيما سلف، شكرا استاذ وليد. انا بدي اوضح، انا ما حطيت انه هو المسؤوليه الكبرى، بس من المساهمين بده يكون الانسان يعرف لما يفتح الهواء لكل الناس، الناس بدها تصفي حساباتها على بعضها، وهون. نعم. الناس بتقوم على بعضها، بصير هذا التلفزيون او اللي خارج السلطه بده يصب السلطه، وهذا عنده شارع كبير، ونفس الشيء العكس تمام. انا عم اقول دائما بطريقه الطرح اكيد مع الحراك ومع الثوره، لكن لازم نكون اذكياء، نحن اعلام، نحن لبنانيه مختلفين تماما عن كل الناس، نحن اكسجين العالم العربي، ونحن بلدنا هو ميثاقي، بدي ارجع اذكر الكل، مش دستوري بس، ما بيكفي الدستور وحده بلبنان، نحن ميثاق، يعني في عهد انه رئيس الجمهوريه لو شو ما عملت. نعم. رح يضل مسيحي. بس شفنا في جو
خلينا نعترف في جولة طائفة برز بالأسبوعين الماضية، أول يومين ثلاثة بعدين بقى لما بلشت المسبات تجاه معينة صارت تاخذ منحة تاني، وصارت كل التلفزيونات تتغطيها وصاروا مبسوطين بتعداد معينة، يعني يرتاحوا شوي. اليوم في نكتة مهضومة اجت عن الناس، اليوم أم القوات والكتايب صارت ترندنج نمبر 1، أمه لجبران صارت نمبر 3. يعني إنه اللبناني بده عنده يعني خفة ظل بيصير يضحك على الفكرة، يا خير حموا أماتكم تنيناتكم وزحون عن الطرف، هاجموا حالكم مظبوط بطرق لذيذة وديمقراطية حلوة، ما يكون فيها دائما سائر. نحن ما بنفكر الا بهالطريقه، صدقني انا مش شايف الا حرب اهليه. طيب دغدني هبه تواجه العالم كله عم يسالنا، انتم والله كيف عايشين؟ قلت لهم هيدي بلدنا، صرنا عليها معودين، سياحه فن ومعارك، الله الحامي، الله مبارك، يلي بده يجي يشارك نحن بسيرك المجانين، هلا نحن بسيرك المجانين؟ طبعا، لانه ما بتفهم كيف بتبرم، الشارع بالبدايته، خلينا انا وياك نوصفه، كان من كل الطوائف، من كل الاحزاب، صح؟ في يقول لك انا شفت ناس من العونية، وشفت ناس من القوات ومن الكتايب ومن الأمل ومن المستقبل ومن حزب الله ومن كل الناس، لأن الفقر ما له عابر للحدود. لكن بعد شوي صفى ياخذ الحراك، وأكيد في الناس اللي أصحاب الحراك الأساسي اللي هن أصلا خلينا نقول رفضيين وضعف كل شيء، وأنا واحد منهم مثلهم، بس إنه صار ياخذ منحة تانية بالمسبات بطريقة، صار يفرز شوي، صار ياخذ يعني كمان الناس عندها همومها لازم يفهموها الزعماء، إذا عم بيسبوا بيسبوا من قهرهم ومن من من يعني وجعهم، إن كان بالجنوب أو بالبقاع أو ببيروت أو بالمتن أو بسروان أو بالشمال، وين ما كان الناس من قهرها ومن من كل شيء، لكن كمان الطرق إنه نتعاطى يعني بعد الشارع موجود، بعده سلاح موجود وين ما كان، ما حدا يقول لي بس سلاح بس عند حزب الله، لا كل العالم عندها سلاح، ما نكذب على بعض، كل لبنان معه سلاح، الفرق هنيك نظام كثير متطور جدا ومركز اكثر ومنظومه مختلفه تماما، تكون واضح، انما ما في سلاح، كل انسان معه فرد بقوس الثاني، شو يعني؟ بلحظه بيعلق المشكل. يعني بتخيل عندك هاجس الحرب الاهليه او الفوضى اقله. في حدا طلع على نيو تي في، بعدني بذكر وين، ساحه جل الديب. نعم سوري معلش ذكرت، سالته انت شو؟ قال انتمائه شو؟ هو من كسروان وقال انتمائه لاي حزب؟ قال ما عندنا مشكله ترجع حرب اهليه. بدي وجه له، بدي وجه لاهله يقولوا له شو يعني حرب اهليه؟ بيعرف انه كان عمرنا 9 سنين شفنا اول مره بحياتنا جثه مكبوبه على الطريق لصومالي لانه من التابعية صومالية، لأنه دينه مسلم، لأن لونه أسود مقطش ومكبوب. بيعرف أنه انسحلوا الفلسطينية على الطرقات، بيعرف أنه تقطعوا بالسبت الأسود قبل بليلة 4 من الشباب، خيرة الشباب قطشوهم بالفراعة، تاني نهار بتمنى الكل يسمعني ويسمع شو عم بحكي، تاني نهار صار السبت الأسود 1000 قتيل تقريبا، كان شارع الشارع الحلو اللي بتوصل على الصيفة، بتمنى الناس تقرا كتاب عمو جوزيف بسموه جوزيف سعاده يلي بيقول لك كيف صرنا نحن جلادين، كيف الناس مقوص على اسمها على الهويه، سيارات مفتوحه يعني من فيلم امريكاني ما بتشوفها بخيالك، الناس بتعرف بالهوليداي ان انه كبوا 4 من الكتايب من فوق وقوصوا عليهم هن ونازلين مثل العصافير، شو بيعرف عن الحرب الاهليه بده يحكي عنها؟ بيعرف انه اهل عنطوره ما تدبحوا بعضهم، المسيحيه اول ضيعه مسيحيه بتقتل بعضها، بيذكر مهجرين الدمور، بيذكر المذابح اللي انعملت بحق المسيحية بالجبل، مين عم يحكي عن الحرب أهلية؟ مين هالولاد؟ أنا بذكر بحياتي بعرف الأشخاص اللي ماتوا تحت بيتي بمعركة كبيرة بين اللي صارت ب 13-14 شباط بين الجيش والقوات، وبذكر أول قتيل شفته أنا بذكره أنطوان كيروز بعتذر من أهله، وشفقت ولما شفت حد تحت بيتي، وواحد عسكري تاني أحمد برو من زحلة كمان ميت، كيف بدك تقول لي؟ انفجر قدامنا وهداك ميت ومعه 45 ليره كان في ارض خصبه للحرب الاهليه اليوم؟ طبعا، بس الفرق ما بعرف قديش، الله حمينا نضلنا نقطع مثل ما بقول اللبناني بيعرف، يا اخي صرختي ممنوع واحد يفكر يتركوا، بترجى كل الزعماء بقى ضبوا الشباب اللي بيحكوا بقى عن كل واحد حسب حلو انه بيقدر يعمل حرب اهليه، يا اخي مش وقتها، عندنا مشكلة كبيرة بدنا نحلها. أول شغلة من المشكلة الحراك أخذ عدة مناحة وعاد عدة تترات، ما فيك تكون مقرر إنك بدك تروح بس فقط للنظام شغلة كبيرة لتغيره. نحن مقبلين سنة الجاية على 100 سنة من إعلان دولة لبنان الكبير، بتمنى الناس تعرف شو يعني، بتمنى الناس ليش ضموا لبنان لإله، أنت بتعرف شو كان لبنان، بتعرف شو ضموا له أقضية وشو كان، ما كان عندنا سهل بقاع نحن، ما كان عندنا الشمال، ما كان الجنوب، كنا نحن في كمان في نفس
عم شوفوا اخر سنتين في نفس فيدرالي، في نفس عم بيقول ضد لبنان الكبير، في حتمية تاريخية ما رح تتغير. لبنان وطن على الأقليات، كل حياته للأقليات، وكل حياته بازل، وكل حياته رح يضل ميثاقي، ما بيقدر يكون إلا هيك. ما نكذب على بعضنا، نحن بأي، فيك تقول لي إذا أنا سألتك نحن موجودين بأي منطقة البحر اللونه أكثر شو هو؟ طائفة وحدة، صح ولا لا؟ الأقليات هن معروفين وين موجودين، كثير قليل، يعني هن موجودين بفلسطين المحتلة، إن كان الديانة اليهودية أو إن كان عندك المسيحية أو إن كان عندك الدروز أو عندك العلوية أو عندك كل المناطق، في حتمية تاريخية بالحياة أخذت مداها ولقت حالها بطريقة. لازم نعرف نحكي مع بعضنا، لازم نبلش نطلع من فكرة الطوايف. وللأسف إنه الشباب هون حاسبين إنه طلعنا، لا ما طلعنا، لازم نكون واعيين إنه بضربة رصاص بيبرم الشارع على بعضه وبيقتل بعضه. نحن بنعمل حرب أهلية وما منروح على ثورة فعلية. ثورة بدها تخطيط أكتر، بدها تفكير أكتر. التمرد داني أحلى بكتير من الثورة. ليه؟ لأنه التمرد هو تمرد يومي ودائمي، وتمرد على الذات. جيفارا كان متمرد مش سائر. الثورة تنتهي بالمكتب، أنت بتنتهي بمكتبك، يعني آخر شيء تنبسط وصلت على حالك وترجع تاكل أبناء الثورة. صح. وين ما كان بالعالم. كثير مسرحيات رحبانية عالجت هالموضوع. مزبوط. نعم. بعدين نحن إذا بدنا نحكي أكثر عن فكرة أنك كيف أنت بدك تعالج دولة مدنية مثل ما في كثير ناس بيحبوا علمانية، في عليها كويشنز كثير، فيها كذب، في ماسك مركبينه ما حدا بده إياها على السكت، وكلهم بده إياها بالعالم. وفي شغلة فظيعة يعني قال هذيك مرة السيد نصر الله، قال إنه طب يا خيي منا وجر عم يعمل أوتو كريتيك على حاله، قال إنه يا خيي وزرائنا وزرائكم ما بدنا ضريبة، بتفوتوا لجوا بتلاقي هالضريبة طلعت. يعني الماسك فيه كذب عند كل الطوائف. اللي عم بيصير برأيك هو ثورة أو كلمة كبيرة ثورة عليها؟ مش بحجم ثورة، لا. الثورة فيها حقد. كارل ماركس توجه بثورة وبكلامه لا مش للمزارعين والفلاحين، تعرف ليه؟ ليه؟ لأنه بيطلعوا لفوق وبيطلبوا من ربهم تشتت الدنيا تيعيشوا. طلب من المثقفين وعمال المطابع وكل الناس اللي تحت الارض اللي بيعبوا حقد اكثر ليعملوا ثوره. الثوره فيها دم. تقول لك انه ثوره تيجي دون دم صعبه. هاي الثوره البيضاء اللي عملها كرومويل او حدا تاني بلندن، هيدي شغلات متطوره جدا بعد ما صار 1000 ثوره قبلها. انما اللبناني لا يسور، بدنا نرجع نحكي. وقديش متحكم الشارع بالسلاح، وقديش متحكم بالطوايف، وقديش بلحظه بيبرموا على بعضهم. يعني في مشكله كبيره. بس اهم شغله، اهم شغله في غلطه عند الحراك الشعبي اللي عزيز علي، انه بعض الاشخاص حولوا رح تفرط من وراء قصه الطرقات. الناس صارت عم تكفر بالثوره من وراء الطرقات. يا خيي طب شو اقتراح؟ خليني اقول منها من كل هالطوائف مش كل واحد عنده طائفته يروح يحاوط السواق، يحاوط السياسيين اللي بده يسقطهم، حاول بيتهم تشوف يا ريت بيعملوها. تبلش شوف اذا في ثوره ولا لا، نواة ثوره ولا لا. يعني الدروز يطلعوا عند وليد بيك، المسيحيه يطلعوا عند اذا بدهم على قصر بعبده، بدهم على قرايتهم يروحوا على قرايتهم، بدهم يروحوا على بدك تشوف اذا في نواة ثوره ولا ما في. هون انا بقول لك ما في، او على معراب يطلع ناس على معراب وعلى بكفيه عند بيت ما فيك، يا بدك تشملها كلها يا ما بيمشي الحال. اما تجي تقول انه بجرب 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 وبقطع طرقات، ما راح يمشي الحال. الثورة بدها تفكير أكثر بكثير من إنه بس إنه ضلني إنه طالب إسقاط شعال. بلشنا بإسقاط الحكومة سقطت، بدنا نجيب تكنوكرات. لك خي أي تكنوكرات؟ عن شو عم نحكي؟ ما خير حيرجع يجي نفس الرئيس الوزراء وبأجندة مختلفة يمكن. بس هلا عم يعني عم تحبط عزيمة هذا الشباب. عم بحكي واقع، عم بحكي وجع. صلنا أنا عمري 53 سنة عم بحكي وجع شفته بحياتي، عم أربع حروب شفتها وعشتها أنا وغيري من الناس. ما بدي حدا يوقع فيها، ما بدي واحد ولد صغير مش عارف كوعه من بوعه ويطلع يقول لك إنه بدي أعمل حرب أهلية. لك مينك أنت؟ شو عشت منها الحرب أهلية؟ ولك أنتم مش إذا بتشوفوا واحد قدامكم محاسبين الناس، صارت الحياة قد ما كلها قتل على الافتراض وكل شيء صارت سهلة. يعني الواحد بده يكون واضح بطريقه التصرف. خلوها للثوره عفويه وبقيمتها وبصحتها وبقوتها وبضغطها، ولازم يرفضوا. بس برجع بذكرك الفساد مشلش بكل الناس، ثلاث ارباع الموظفين وين ما كان بكل العالم. الحل كان شو؟ شو بدك برايي؟ ليش قل لي شو الحل؟ يا اخي لبنان عم يمشي هيك. حل ديكتاتور الحل. تصور هيك.
تصور هيك، بدك مرحله تمرق مرحله معك. نحن بنحكي عن ديمقراطية، تعرف بسقراط بيقول له عسكر. بمسرحيه منصور بسقراط بيقول له شو حصانات الديمقراطيه، بيقول له انها حكم الاكثريه، بيقول له شو سيئاتها، بيقول له انها حكم الديمقراطيه بتخلي الكميه تحكم النوعيه. انتبهت على الفكره؟ يعني مش معقول كيف بدنا نوصل لحلول اذا لحد هلا نحن متغلغل فينا الطائفيه للعظم، منخورين بالطائفيه، ما فيك تغير شيء لما انت بعدك ولائك لشيء معين. لبنان بنى على باكت جهنم بين الطائفه والدين والاقطاع والعائلات، وما تغير داني، ما راح يتغير لحد هلا، لانه ما في اراده فعليه عند اللبنانيين انه يتغير. صحيح كميه كبيره من الناس نزلت من وراء شيء اسمه جوع وفقر. تعرف احسن شيء بتعمله انه بتقوي علم عند كل الناس وبتمحي الاميه، بتبعد الناس عن الكل وبيصيروا منطقيين بالتعاطي بين بعضهم. انا وياك عم بتحاور، ما عندنا مشكله، ما عندنا مشكله انه كمان عم شفنا بهالفتره انه ما في عدم تقبل للاخر. يعني شفنا هجوم على مراسلين تلفزيونيين لانه بيختلفوا براينا، شفنا يعني كمان ما حدا عم بيسمع. صح، وانا بعد شفنا حتى على المواقع التواصل الاجتماعي كميه بلوكات وانفرند وانفولو. عن جيهان خوري شو لكم معها اذا قالت مبسوطه؟ حدا بيذكر بشير جميل وقت طلع شو صار بالمنطقه المسيحيه؟ هالولاد اللي بيحكوا عن بشير ما بيعرفوا شيء عنه بيذكروا من طلع كان هستيريا بالشارع وين ما كان؟ شو يعني؟ بدكم تعلقوا على شخص وفجاه نحن بنعتبر حنا غربيين؟ ايه هذا بولينج اسمه، ما بيسوى ابدا. شو بدكم فيها، ان قالت ولا ما قالت؟ وبيصيروا طلعوا كذب انه جوزها مدير الكازينو. حبيبي جوزها محامي بيير خوري، دكتور بالحقوق الملكيه الفكريه يلي كله اللبنانيه ما بيحترموها اصلا. هذا من مكامن الفساد. تفضل. انه شو بدك تقول يعني؟ انه بصير تطلع اخبار كيف ما كان، بلد عايش على الاخبار بحب اللقلقه. بلد حامي. يعني حين الوقت بلش نفكر ما بتزبط. بعد الحرب صار في كتير اغنياء وكتير فقراء، ما في طبقه وسطى. لما بتروح بالطبقه الوسطى داني بيروح كل شيء من العالم، هن الواصل بين كل العالم. وبعدين لما تمحي الاميه بتبلش تفكر انه الناس كتير عندهم تفكير رؤيوي ليبنوا وطن مثل ما الناس بتحبه وبيحترموه، بيصير عندهم مواطنيه، بيصيروا يحترموا المؤسسات. انا اختلف مع عهد، اختلف مع نهج، لكني احترم المؤسسه. هالمؤسسه مين بده يحميها؟ بده يحميها قوانين معينه، ناس شرفة، قضاء معين. اسامه الرحباني راضي اليوم عن الحكم في لبنان؟ راضي عن هالسلطه؟ ما بحياتنا كنا راضيين عن ولا حكم بلبنان، نحن دائما رفضيين وبننتقد وبنعمل نوع من الاشياء المسبقه اللي بتجرب. يعني بدي اقول لك شيء اللي بيضحك كثير، في حوارات للاخوان رحباني بصوت الرائعه فيروز، هي وانطوان كرباج بحياه المسرحيه او هي ونصري او هي ما كان، تحكيك قصص هلا يا ريت بيسمعوا. هودي مثل الكتاب مقدس للعالم، اذا بتفتحوا بتكون عندك شوي ذره من الضمير. حتى بمسرحياتكم يعني الحديثه الناس استكتروا علي، حضرتك ونكون ومروان وغادي بالانقلاب وغيرها كمان. طبيعي في كثير اشياء بتنطبع هالاسبوعين يعني. حتى في دون كيشوت اذا بنحطها كارثه، لانه بتقولوا طوله يعني انه حاكين نفس الشيء. شو بده يصير بالحكم؟ في مونولوج بين بيقول لك بدك تحكم بكره بركي بنمرقها على التلفزيون ما بنعرف، لانه بتبوا على الوطن، بتبوا كمان الوطن بيطير. ايه وبعدين اهم كلمه لمنصور، اذا راح الملك بيجي ملك غيره، اذا راح الوطن ما في وطن غيره. هيدي ما حدا عم يفهمها، لانه الغريزه عند الناس بتحبب انه الواحد يحب التملك، هي غريزه الناس. بدي انهي يعني، كان معنا بديع ابو شقره وريمان جيم، عيشوا يمكن المشاهدين هيك شوي بحلم الثوره. انت رجعتهم على الواقع، بدي منك بختام حديثنا رسالة إلى اللبنانيين اللي عم بيصوروا واللي ضد الثورة واللي عم بيسكروا الطرقات واللي ضد تسكير الطرقات، رسالة من أسامة منصور الرحباني. أول شيء بدي أتمنى على الجميع يتركوا الناس تتظاهر، والمسؤولين الكبار وبيعرفوا حالهم مين وكل الزعماء، يتركوا الناس تتظاهر ببراءة وبحب وبهن بكل، ويبعدوا كل شيء له علاقة بنكاية بسحب الهويات والقوة والمصاري واللي عم نشوفها. وبلا وإذا بدي أترجى الجميع، عيب على شبابنا اللي هن كلهم من جامعات مسبيت بهالشكل من الشارع، هي بتأجج زيادة وبتخلي كل شارع يصير طائفي أكثر وأكثر، وبتفشله بالتالي بالثورة. هذا واحد. اثنين، شباب الثورة بدها جدية أكثر،
بدها انضباط أكتر، بدها تخطيط أكتر. صحيح ما إلا ما بعرف مين بدي أحكي من مال بتهلك بتخوف شوي، بس كمان رح تفرط من وراء اللي عم بيفوتوا عليها المندسين عليها لحتى تفرط. أخيرا لكل الشباب المتحمسين اللي ما عندهم مشكلة يعملوا حرب أهلية، أنتوا ما بتعرفوا قيمة الحرب الأهلية، لأنه إذا صارت تأكد ما بيبقى مسيحي بلبنان. يعني كنت صوت العقل إذا فينا نقول بهالأمسي أسامة رحباني. بتشكرك ل... شكرا لك داني، وبدي أقول لكل الشباب اللي عم يشتغلوا يعطيهم العافية، بعرف تحت الضغوطات كلها، على أمل على أمل دايما رجاء كل المحطات تكون شوي أهدى، بس لحتى ما نط الناس على بعضها، مش أكتر من هيك. كده قلبي على قلبي على وطني. نعم، شكرا كتير. مشاهدينا متوقف على الصراحة إعلانيا، نتابع بعد هذه الأمسية مع الممثل وسام حنا.